كنت أميرة أصبحت سجينة، كنت قوية أصبحت ضعيفة، كنت حنونة أصبحت قاسية، كنت مع أهلي أصبحت وحيدة، كنت تلميذة أصبحت مجرمة، كنت هادية أصبحت مريضة نفسية. عواطف، عمري مولودة من عام 95، 26 سنة، من تونس. كنت نعيش في تونس في الريف، نعيش تونس العاصمة، نعيش عيشة متواضعة شوية. عندي الولد مريض شوية، عنده الكونسير وكل شيء. أنا من خرجت من الدار عمري 11 سنة وأنا نخدم في الديار، بطلت مدرسة قرايتي باش نجم نوفر البابا دواه، نوفر بزاف الحاجات عنده. بعد ما أني وصلت عمري 20 سنة عرست، استقريت في داري، ماني عرست ومع راجلي ومع أخوات راجلي زوز معاقين. لا ما عنديش. بعد نخدم معها في تونس طبيخة، نعم نخدم في العريس فرق، خدمت عند مرأة معني عندها طهور ولدها، هي اللي سبب لي جيت لعكاش. لا تونسية، خدمت عندها عثمانية، شافتنيش أنا منا نجري على الدواء بابا متاع الكونسير، ومنا عندي العملية ب15 مليون، ومنا نعاني في زوز معاقين معني في السن كبار وكل شيء. قلت لي أنت تبقى تخدم بالليلة ب100 ألف، طباخة ب100 ألف، الليلة ب100 ألف، علاش ما تمشيش نهار 3 أيام في السيمانة وتروحي بثلاثة ملايين؟ خي انا كي لعبت لي مخي قلت لها انا صافي، خليني تو شويه نكمل الخدمه وبعد نبدو في الموضوع نحكوا فيه الموضوع كيفاش 3 مليون كيفاه. كملت الخدمه، شربت انا وياها قهوه كل شيء، سالنا كيفاش. قالت لي تمشي للمغرب، عنا امانه نهزوها من المغرب نجيبوها من المغرب لتونس تاخذي 3 مليون. قلت لها واخا. قالت لي عندك باسبور؟ قلت لها لا انا روني الباسبور ما عنديش. اول حاجه ما نخرجش من بلاد هذي، معناها بلاد امي وبلاد راجلي، ما نخرج راني من بلاد. عملت لي باسبور في نهار، الباسبور نهار، مشيت الصباح تصورت وكل شيء، الاربعه متاع العشيه الباسبور ديالي جاء. امي تغدى قبلت، قالت لي صير انا العشيه مع الاربعه قصدين الله. قلت لها صافي. مشيت انا وجيت للمغرب، قعدت ثلاثة أيام نخرجوا نسهروا نرجعوا ندوروا شوية. كل آخر ليلة باش نروح جابت لي الحشيش للوتيل، دخلت الحشيش للوتيل قعد قد فيه في اليوم اليوم وكل شيء. قالت لي عواطف إجا قد معايا هذا. قلت لها حشيش؟ قلت أنا حشيش أنا ما نعرفوش هذا شنو هو. قالت لي هذا حشيش راهو تجارة معني يكمو فيه الشباب ونساء وربي تباع فلوس معني في تونس. قلت لها انا معني على نيتي على خاطر انا ما نعرفش، على خاطر ما خلطتش حتى وحده بعمري، ما خلطت مراه كل شيء، حيز وحدي معني نخدم معني وحدي، ما حتى اللي يخدموا معاي اللي يسربوا رجال ما عنديش نساء معني فهم. قلت لها كيفاه معني؟ قالت لي دايره رويكم بين نساء وكل شيء. قلت لها صافي. قالت لي راكي تزي في المطار وتمشي بي وراهم بفلوس وزوين وكل شيء. معني ما نجمتش نرجع خاطر وصلت للمغرب عاش نجم نرجع، باش نرجع ما هزيت معها المرة الأولى 5 كيلو، ل5 كيلو روحت بها لتونس خديت 3 ملايين. هي نورمالمون 5 كيلو كي جيت لما تشديت في عكاشة وعرفت الكيلو بقديه وعرفت الرطل بقديه، 5 كيلو يطلع لي ب60 مليون. أنا ناخد في 3 ملايين، 1.5 مليون مغاربة. حسينو كي روحت لتونس انا ما صلت، حسينو وصلت باش نموت من الخلع. قلت سي باش نتشدى في تونس، خاطر تتشدي في تونس تضربي 20 سنه حبس ولا 30 سنه حبس، حبس نقاصح. فت المطار فرحت كي فت المطار وكل شيء، روحت اما تغدى خديت الفليسات ديالي رجعت لها قلت لها راني ما عادش نجم نرجع، انا راني مستحيل مازلت نرجع للمغرب نساها المغرب. قالت لي لا انا عندي حكي، ما عندي ما نحكي معاك من بعد،
عديتش حكاية شهر، احنا جينا 4 في شهر 3 رجعنا 4 في شهر 4. قالت لي لا، دخلتي معنا في الدومين هذايا، دخلتي معنا في المافيا ديالنا، بطلي من تجبدي روحك، راني انا قلت لكم شعلوا دارك، انا قلت لك خوات راجلك. خفت ما نجمتش نتراجع، راجلي ما في بالوش ان انا جيت نهز في الحشيش، دارنا ما في بالهمش، في بالو بيا حتى حد، انا الوحيده اللي دخلت لهذا. انا معني وافقت، عاودت رجعت لها، رجعت معها المره الثانيه نفس الحكايه، هزيت 5 كيلو. قلت لها راني باش نتشد، اما تغدى الصباح قلت لها اه ما راني باش نتشد، انا راني حاسه بروحي باش نتشد. قوليش لي ما لا ما تتشديش، وعندي شكون في المطار ونعديك، مستحيل. قلت لها راني باش نتشد. اول ما دخلنا في المطار تشدينا في المغرب محمد الخامس، تشدينا في المطار، تشديت، ما عملتش لي المحامي، ما صرفتش عليا، ما تسالش عليا شنو ناقصني شنو مش ناقصني، دارنا ما نكلمهمش، جوست نكلمهم مره من بعد 4 شهور من بعد 3 شهور، دارنا ما في بالهمش بلي انا مشدوده. قلت لهم راني في فرنسا، عندي كونترات وعامله كونترات في فرنسا، رجلي الوحيد هو اللي في بالو، قلت له راني ما تشديت وكل شيء وحشيش وكل شيء. في الاخر شنو قال لي؟ قال لي انت ما حكيتيش معايا، ما شاورتينيش، ما قلت ما عبرتينيش في الدار، ما عبرتينيش شنو الورقه الطلاق توصلك وكل شيء، اما راني تو ما عادش، اما تو ما نقولش لداركم تخرجي بحالك. قلت لهم هم بابا مريض بالكونسير، ما تقولش لي نروح، ما تقولش قول لهم راهي في فرنسا، حتى حد ما في باله بيا الا انا حاليا مشدود. هنا في الحبس كيش تعيشي؟ تعيشي معني مشي بلادك، الحبس ماشي بلادك، معني الحبس حيوت، ما بنيدم هو الحبس، حتى حد ما يحس بيك، حتى حد ما يرأي بيك، حتى حد ما يشوفك. معني انا نكمي، معني ما انا مش نك ندبر بكيت الجارو، ما نكمي بنحلم، لازمني نشقه نشقه باش نعمل دبر بكيت الجارو، ما نكمي باش نكلم دارنا، لازمني نشقه باش نكلم دارنا، حتى حد ما يحن عليك، حتى حد ما يسأل عليك شكون شنو ماكله شنو مش ماكله، ضل ياكلوا قدامك وانت تخسر. ذرا شتيك الحاجة شتيتها، معني تحس تحبي تاكليها تخزرها قدام عينك، ما تقدريش باش تقولها اعطيني، خاطر ثم شكون يعطيك، ثم شكون يتراجع، ثم شكون ينبزك، قولك جاية من تونس جاية هنا وشنو، ويبدو يعايروا فيك، فهمتي؟ سي المرة الأولى عندي ثم واحدة كانت معايا في البيت، عدت 8 شهور معايا، بهي معايا كل شيء، نهار وصلت الله يرحم الوالدين والديها، أنا وصلوا لبنات قالوا لها راهي التونسية هذه ما تتزهرش، لازمها تشقى، لازمها تصبن الحوايج، خاطر ما عندهاش الزيارة، خاطر تاكل. مسكينة قالت لها لا، زي قفتها راهي معايا، ما عندها ما تشقاش وما كل شيء، قفتها معايا، كي خرجت هي الذرية اللي كانت معايا خرجت. جهات من مزيرة معني قاصحة على الأخر، لحد الآن قاصحة قاصحة بعمي دوز دبا عام و6 شهور، لا حيدولي 4 شهور في الاستينة، بقى نخرج شهر 7. تعلمت بزاف الحاجات، تعلمت الصبر، تعلمت معني انا تعلمت نحن على بنيده، وتعلمت اول حاجه ما نخلط حتى واحد، تعلمت ديما ما نخلط، ما عادش نخلط حتى حد، ما عادش نخلط خاطر المخ. انا كنت انا قريه شو قريه شويه، ودرت تكوين مهني، تكوين معني نقرا معني تنوي واحد لامي وليت نقرا وليت نكتب، فهمتي، وليت كتبت حاجة على روحي. شو نقولهم؟ نقولهم يعني خاصة للولاية، خاصة للبنات، البنات خاطر مخيخهم صغارة شوية، لعمرهم 20 سنة ولعمرهم 21 سنة، خاطر باقي معني باقي في سن كي سن المراهقة كل شيء، ردوا بينهم البنات، البنات راهي تخوف شوية، ثم البنات باهين وثم البنات الخايبين، لازم يخلطوا بنات زوينين. أما أنا شوف أنا خلطت بنية
جيت العكاشة، تبعت جرام، تبعت الحشيش، تبعت بزاف الحاجات.